قناة خنيفيسة تقاسمت معكم روتيني اليومي بدون زواق بدون نفاق. ماشي دائما كنحضروا ونطيبوا ونمجدوا شهيوات، انما بعض المرات كنكتفيو باشياء اللي هي بسيطه وسريعه، بحال هذا الغداء كيف كتشوفوا معايا، حك ديال الطون اولا ديال الفيلي كناخذو كنحلو وكناخذ معاه قرعه ديال المناضه من اي نوع او اي مشروب غازي. انا كنفضل كوكا، مازال كتعجبني كوكا في الشريف ديالها، واخا بزاف البنات يقولوا لي سام كطلع سكر، ولكن انا شخصيا من الناس اللي مبليين بكوكا. خبيز ديال الدار وها هي الغديوه واجده. بعض المرات كنزيد بصيله ومطيشه ومليحه، شويه ديال الخل وشويه ديال الزيتون اللي من خلاله كنكمل لهم طويبله، وكنكونوا هكا مغدين كأسرة صغيرة سعيدة وفرحانة بالقليل. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله.